داخل القنصلية راه غيقول لك فيزا مقبولة، كايدو الدواز كتخلص كتعطي الوثائق، كيبقى يسولك دابا الهجرة كيقول لك فيزا مقبولة، لكن في انتظار حتى تصيفط لنا الملف الطبي ديالك ونشوفوه، وديك الساعة غادي نطبعوا لك الفيزا. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل الاخوان والاخوات. بداو بعدا بالمقابلات اللي داروا البارح بالقنصلية الامريكية بالمغرب، فهنيئا كاع الاخوان الفائزين والفائزات. صراحة البارح كانت استثنائية، اغلبية وكل شيء فيزا مقبولة. البارح صراحة بقيت كنقرا كاع الميساجات تقريبا اللي قدرت انني نوصل نقراهم، الاغلبية فيزا مقبولة، الا اللي عنده اجراء اداري ديال انه سبق المقابلة على الفحص الطبي. بالنسبة للإخوان الجداد راه يعني جاوبنا على هذا السؤال ديال واش ما كاينش مشكل تسبق المقابلة عاد تمشي دوز الفحص الطبي، بتاتا الإخوان ليس هناك أي مشكل. فهاد الإخوان هادو اللي دوزوا المقابلة من طبيعة الحال غيبقاو إجراء إداري، كيردوا لهم ضابط الهجرة، كيرد لهم الباسبورات ديالهم حتى تمشي دوز الفحص الطبي، وتصيفط لهم ديك الساعة ذاك الملف عبر أراميكس، والقنصلي غادي يتوصل به من بعد غادي يدرس ذاك الملف ديالك الطبي، وغادي تسميتو تاخذ ديك الساعة القرار باش تطبع لك الفيزا، لأنه هو في داخل القنصلية راه غيقول لك فيزا مقبولة، كايدو الدواز كتخلص كتعطي الوثائق، كيبقى يسولك ضابط الهجرة كيقول لك فيزا مقبولة، لكن في انتظار حتى تصيفط لنا الملف الطبي ديالك ونشوفوه، وديك الساعة غادي نطبعوا لك الفيزا. فما تخافوا حتى من شي حاجة الإخوان. بالنسبة للناس اللي عندهم المقابلة سابقة الفحص الطبي، هذا من جهة. من جهة ثانية الإخوان يعني اللي عندهم المسائل مضبوطة في الوثائق في الإجراءات إلى آخره، كل شيء الأغلبية فيزا مقبولة. إذن هنا يتسنوا الإخوان اليوم السبت الحد من الاثنين الثلاثة الأربعة تبقوا تشيكيوا ذاك الموقع يعني الستاتيو ديالكم، غتلقوا تغييرات لكم مثلا من الريدي، تغييرات الإجراء إداري، ومن الإجراء إداري غتغير الإشيود اللي هي التطبعات. وكاش بعض المرات الإخوان وخا دوزتوا المقابلة وقال لكم ضابط الهجرة فيزا مقبولة، مثلا غتشيكي وستاتي غتلقاوها ريفيوزد، غتلقاوها ريفيوزد، ما تخلعوش تقولوا راه ترفضتنا الفيزا وحنا راه ضابط الهجرة راه قالنا فيزا مقبولة للداخل. ما تخافوا حتى من شي حاجة، لأنكم مازال إجراء إداري خصكم حتى تمشيو دوزوا الفحص الطبي ديالكم وتصيفطوا الملف، عاد غادي تغير من ريفيوزد لإجراء إداري، من إجراء إداري غادي تغير الإشيود إن شاء الله. الا مثلا في بعض الحالات اللي وقعت يعني في المقابلات اللي دازوا قبل، كاين مثلا بعض الاخوان اللي دوزوا المقابله، واسمعوني مزيان، دوزوا المقابله وضابط الهجره ولا ضابطات الهجره قالوا لهم فيزا مقبوله، لكن بعد مثلا ما خرجوا من القنصليه وفي طريقهم لدارهم ولا نهار ولا يومين من بعد كيتوصلوا بواحد الايميل او اللي يتصلوا بهم هاتفيا وكيصيفطوا لهم ايميل. شنو في هذا الايميل؟ هو عبارة عن إجراء النيت إداري، وعبارة عن أسئلة كيطلبوا منهم أنهم يعاودوا يجاوبوا على هاد الأسئلة هلو، أو اللي يصيفطوا لهم واحد لفورم كتسمى DS5535، عبارة النيت على أسئلة، مجموعة ديال الأسئلة كيحاولوا يتأكدوا من المعلومات مرة أخرى، يعني كيقولوا لكم عاودوا تجاوبونا على هاد الأسئلة هلو، منه مثلا فين قريتي، المؤسسات فين سافرتي، المدن فين سافرتي، التواريخ، الارقام ديال الهواتف اللي استعملتي، الخدامين اللي فاش خدمتي، اسم الشركه الى اخره، العنوان فاش سكنتي، اسئله يعني متاكد ان راك انت عمرتيهم في الدي اس، ولكن مره اخرى كما قلت لكم كيحاولوا يتاكدوا بطريقه ديالهم هما. فهاد الاجراء هذا ما تخافوا حتى من شي حاجه، خاصه الناس كما قلتها دوزوا المقابله، ولكن يعني واخا قال لهم ضابط الهجره فيزا مقبوله، من بعد جاهم هذا النوع الاجراء هذا، فحتى هو كيدار يعني انت غير توصل بهذا الايميل، حاول جاوب على ذاك الاسئله في قلب الايميل اللي توصيفطو النيت للقنصليه. كدوز على حساب هنا هذا الاجراء كيختلف، يقدر ياخذ لك سيمانه، يقدر ياخذ لك جوج سيمانات حتى ثلاثه، على حساب كل واحد والحاله ديالو، ومن بعد كتطبع لك الفيزا ديالك. تفهمنا دابا الاخوان؟ ندوزوا للناس ديال باك هور البارح يعني كانوا اخوان، ولكن كلهم المهم ثلاثه اللي شفت انا عندهم باك هور عندهم الاثباتات،
قراو يعني 12 سنه دراسه كامله، داو الاثباتات اللي هما شهاده مدرسيه، كاين اللي دا النتائج وخلاص البيانات النقط. البيانات النقط علاش قلت لكم داك المره راه مهم من الاخوان، البيان النقط هو اللي كيبين لك فعلا وكياكد لك 100% انك انت متمدرس، متمدرس يعني كنتي كتقرا كنتي كتحضر، لان في بيان النقط كما كيعرف الجميع راه كتكتب فيها يعني النقاط ديال المراقبه المستمره ديال الجيد على المشترك بالدوره ديال الاولى والثانيه، كذلك السنه الاولى باك بالدوره الاولى والثانيه زائد الجهوي، والسنه الثانيه باك الدوره الاولى والثانيه والبكالوريوس والامتحان الوطني. يعني هنايا ضابط الهجره كيشوف كامل داك المعدلات اللي عندك كيتاكد مليون في المئه ان فعلا راه قريتي، لان شهاده دراسيه ربما غيشك غيقول واش ما مزوراش واش مزوره واش فعلا هو قرا ولا ما قراش ولا، ولكن باش كيتاكد راه كتعطي شهاده مدرسيه وغيطلب لك البيانات النقط. النتائج اللي عنده النتائج يديهم، اللي ما عندوش ما كاين حتى شي مشكل. صافي تفاهمنا الاخوان؟ شي واحد زعما ترفضات ليه الفيزا ولا، المهم انا فين وصلت الميساجات اللي قدرت نقرا ما لقيتش واحد قال لي راه ترفضات ليه الفيزا علاش على واحد الشخص باك ليبر. بصراحة ما لقيتش انا الميساج ديالو، ولكن كان حاطها في الجروب ديال انه، وكان ماشي البارح راه هو دوز شحال هذه باك ليبر، سمعوا لهاد الحالة هذه، كمل الثانوي يعني كمل القراية ديال الثانوي، كملها في مدرسة خاصة ماشي ايكول بريفي، لكن فاش مشى دوز المقابلة ضابط الهجرة رفض ليه الفيزا بسبب انه المستوى الدراسي ديالو غير مؤهل، يعني بحال اللي نقولوا ما مكملش 12 سنه دراسه. وهادشي راه كاين في داك الماده ولا بعض الفصول ديال من القانون الهجره والتجديد. هذا دابا الشخص هذا اللي مشى كمل في الثانوي، انا صراحه ما هضرش معايا باش، لان عندي اسئله بغيت نسولو، واش مشى قرا تما الجيد المشترك والاولى باك والثانيه باك، ولا قرا غير الاولى والثانيه باك، ولا قرا غير الثانيه باك، ولا كيفاش كمل الثانوي في هاد الخاص؟ لان كاين واحد الحاله كانوا اخوان مشاو دوزوا قراو يعني كملوا خرجوا مثلا من التاسعة من التعليم العام ودوزوا مشاو كملوا الثانوي ديالهم في مدارس خاصه، وجابوا هاد الاثباتات منهم شواهد دراسيه البيانات ديال النقاط، وما كانش عندهم مشكل ودوزوا، لانه ثبتوا انهم فعلا كانوا متمدرسين في هاد الثانويه الخاصه، ما كاينش مشكل. لان هاد الشخص هذا انا ما صراحه باش نسولوا هاد الاسئله هادو نعرفوا بالضبط شنو سولو ضابط الهجره وشنو طلب ليه، ومثلا هو ما قنعش هاد ضابط الهجره وبالتالي قال ليه المستوى الدراسي ديالك ما كيأهلكش، ما نتمنى يشوف هاد الفيديو هذا ويتواصل معنا. شنو اخر عاوتاني بالنسبه للفحص الطبي؟ راكم عشتوا معنا دابا المصاريف كتختلف من شخص لاخر، الا داك عفوا داك الشخص اللي كان دوز دابا جوج ديال الاشخاص، ماشي زعما دوزوا البارح دوزوا شحال هذه، كان عندهم شي ضرابي في يديهم وداك الشيء، هذا غير مجرد تذكير بالنسبه لهاد الاشخاص اللي عندهم نفس هاد الحاله ديال هاد الاشخاص. وراني بوستيت لكم واحد الميساج ديالهم يعني كانوا راسلونا ان الحمد لله دوز بخير وعلى خير، يعني واخا كان عنده ضرابي في كرشو في يديه وداك الشيء، الطبيب يعني شاف داك الشيء وقال لي غتمشي دوز عند طبيب نفساني وغتجيب لي شهاده طبيه من عنده، انك ما كتعانيش يعني من شي مرض نفساني ولا شي حاجه هكا. وفعلا مشى كان هضر معايا وقلت ليه سير دير هذا الاجراء ما تخسر والو، شوف شي طبيب نفساني وسير هضر معاه وغيتجمع معك الى اخره وغيعطيك شهاده طبيه وصيفتها للطبيب. وداك الشيء اللي دار من بعد عطاته الملف الطبي، لانها قالت لي ما غاديش نعطيك الملف الطبي تجيب لي شهاده طبيه من عند طبيب نفساني. من بعد قلت صافت لها داك الشهاده وعطاته الملف الطبي وصافته للقنصليه، من بعد طبعت ليه الفيزا ما كاين حتى مشكل، هو ولا واحد شخص اخر. دابا جوج ديال الاشخاص اللي عندهم هاد الحاله هادي ما تخافوا حتى من شي حاجه، ديروا هاد الشيء وخليوا الامور تمشي على مولانا، الله يسهل الامور. قلت المصاريف كتختلف من شخص لاخر، يعني واحد عازب وعلى حساب حتى داك اللي فاكسان، دابا مازال كنهضروا في الفحص الطبي، داك اللي فاكسان عقلته قلت لكم اللي عنده داك الفحص الطبي ديال الصغر اللي دوزنا في الصغر اللي كنا كنديو للمدرسه ولي فاكسان اللي ضربناه وداك الشيء، ديوه معكم الاخوان، اللي عنده يديه معاه، لان علاش كتوريه الطبيب كيعرف انه راك دوزتي داك اللي فاكسان ما غاديش يطلب لك
ما غاديش يطلب لك دي فاكسان وحدين اخرين واللي هما راه غاليين. اللي كيدير 200 درهم 300 درهم 350 درهم الى اخره. يعني الا كان عندك انت داك الاخر غتوفر واحد ما نعرف 600 درهم ولا 700 درهم غتوفرها. تفهمنا دابا؟ بالنسبه للقاح الاخوه المزار كيسولوا اخويا واش اللقاح ضد كوفيد كيطلبوه واش ضروري؟ راه ما بقاش داك الشيء، راه ما بقاش دابا هادو متتبعين جداد واسئله كيطرحوها من حقهم يعني يعرفوا شنو كاين. مازال الاخوان كيطلبوا التلقيح ضد كوفيد ضد كورونا، مازال كيطلبوا طبيب خص ام على الاقل جوج الجرعات، وكاين شي بعض المرات الطبيب كيطلب لك ثلاثه الجرعات. دابا هنايا كل طبيب وشنو كيطلب. صافي اللقاح راه متوفر دابا في المغرب، كاين في كازا حدا مسجد الحسن الثاني حدا فين كان كيتنظم معرض الكتاب، كاين في كازا في شي بلاصه واحده اخرى واقيلا ما عقلتش بالضبط فين، كاين في مراكش، كاين في الرباط، كاين في سلا، فاس ما صراحه ما عنديش اليقين باش نقول لكم فين بلاصه فاس، مي كاين اللقاح. المهم غير سولوا راه كاين. هادشي اللي كاين الاخوان بخصوص المقابلات ديال البارح، فنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله في المقابلات الجايين، والله يسهل الامور، وموعدنا يتجدد فيديو قادم ان شاء الله. كمال يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله.